السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليك كوك، معكم مريم بركات. اليوم سوف أقدم لكم وصفة بسطيلة الدجاج بالكراميل. هي تختلف قليلا عن البسطيلة المغربية المعروفة بالدجاج التي يستخدم فيها الدجاج والبيض وكذلك اللوز. هذه تحتوي على مكسرات، أنواع عديدة من المكسرات وكذلك الفواكه الجافة بالكراميل، تخلط بالكراميل. هذه هي وصفة هدى اليدري، أدخلت عليها فقط بعض الإضافات. هدى اليدري خبيرة في مجال الطبخ، معروفة بوصفاتها وإضافاتها للأطباق المغربية المعروفة. هذا هو شكلها. بالنسبة للمقادير، سوف نحتاج إلى دجاجتين تزن كل واحدة منها كيلوغرامين. نقطعها إلى قطع على هذا الشكل، إلى 4 قطع أو 6. سوف ننقعها ل3 ساعات أو يفضل ليلة كاملة في هذا الخليط، وهو 1/4 كأس من الماء، رأس ملعقة صغيرة من بودرة الثوم، وكذلك ملعقة صغيرة، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود البزار، ملعقة صغيرة من الزنجبيل أو سكنجبير، هذه المستكة أو المسكة الحرة، وكذلك الزعفران حر. المسكة الحرة سوف أو المستكة سوف نطحنها مع السكر الناعم، وكذلك عيدان، 2 أعواد من عيدان القرفة، وكذلك ملعقة صغيرة من السمن والزيت. هنا سنحتاج إلى 3 معالق كبيرة من السكر مع ملعقة صغيرة من القرفة. نحتاج أيضا إلى 2 كيلوغرام من البصل مفروم، سوف نضيف له عود من القرفة وملح، وكذلك سوابل الدجاج والفلفل الأسود البزار. في الدجاج كذلك نستعمل ملعقة صغيرة من عطرية أو توابل الدجاج. بالنسبة للفواكه الجافة، يعني تبقى المسألة اختيارية، تستعملون أي نوعية تفضلون أو أي شيء متوفر. هذه الشريحة أو التين اليابس، البرقوق اليابس، كذلك المشمش اليابس، هنا 250 غرام من اللوز، كذلك الجوز والتمر تقريبا 250 غرام. يعني تبقى المسألة على حسب الإمكانيات ولا حسب المتوفر. هذا روح الزهر، أو يمكنكم استخدام ماء الزهر، وكذلك الكراميل. هنا هذه العلبة تباع جاهزة، يمكنكم أيضا تحضيرها بوضعها في طنجرة الضغط مدة ساعة، يعني تضع الحليب المحلى المركز في طنجرة الضغط فيتكون لدينا كراميل. هذه المستكة أو المسكة الحرة طحنتها مع السكر الناعم وملعقتين من الزبدة. بالنسبة لأوراق البسطيلة سوف ندهنها بالزيت، نضيف لهم المستكة أو المسكة الحرة والعطرية أو توابل الدجاج وبعض السكر الناعم، وكذلك نحتاج إلى أوراق البسطيلة أو أوراق الجلاش. أول شيء سوف أضع القطع الدجاج في الطنجرة حتى مع 1/4 كأس الماء الذي وضعناه في الليلة السابقة، يعني نقعناه مدة ليلة كاملة في هذا الخليط الذي ذكرته سابقا. سوف أتركها حتى تجف. الآن سوف أصب الزيت وأضع قطع البصل هكذا، سوف أتركها لتحريني حتى تدبل. نضيف عيدان القرفة وكذلك توابل الدجاج أو عطرية الدجاج. بالنسبة لعطرية الدجاج سوف أكتب مكوناتها أسفل الفيديو، هي كذلك مكونات لخبيرة الطبخ هدى اليدري. هنا بعد أن جف الماء تماما أضفت الزيت، سوف ثم بعد ذلك أتركه ليتقلى قليلا. بعد ذلك سوف أضيف خليط السكر والقرفة هكذا فوق قطع الدجاج، يعني أضعها فقط فوق قطع الدجاج. أنا الطنجرة يعني صغيرة بعض الشيء، إذا كانت الطنجرة كبيرة فهذا أفضل، يعني سوف تكون القطع بارزة يعني أفضل. ثم أتركها مدة 5 دقائق، يعني أغطيها أتركها مدة 5 دقائق، بعد ذلك أفتحها وترون يعني السكر يذوب ويتكون يتكرمل، يعني يتكون كراميل فوقه. أضيف كأس فقط من الماء، كأس كبير، ثم أغطيها حتى يطهى تقريبا 20 دقيقة إلى 30 دقيقة ويطهى الدجاج. هنا بالنسبة للبصل، هنا بدأ بالدبول يعني كي يدبل.
أضيف الملح والمستكة، والمستكة يعني المسكة الحارة أطحنها مع السكر الناعم، وكذلك الملح والفلفل الأسود الإبزار. هنا سوف أزيل قطع الدجاج بعد أن نضجت على هذا الشكل، ثم سوف أنزع العظم وأترك فقط لحم الدجاج. يعني هذه الطريقة معروفة في البسطيلة، تلاحظون المرق يعني قليل يتبقى لدينا. بعد ذلك سوف أضيف البصل الذي ذبل أصبح على هذا الشكل، سوف أضيفه إلى ذلك المرق الذي تبقى لدينا على هذا الشكل، وأحرك جيدا حتى يجف أيضا من أي ماء، يعني تصبح لدينا خليط يسمى بالمغربية دغميرة، يعني تصبح جافة، يعني تولي عندنا دغميرة معتبرة. تلاحظون من علاماته يبدأ بعض الزيت بالظهور هكذا على السطح، يعني يجف تماما. بعد ذلك نضيف قطع الدجاج، اللحم هنا فقط دون العظم، ثم أخلط جيدا يعني حتى ينسجم. هذه هي تفاصيل بسيطة ولكن يعني تعطي فرق يعني في الأخير في مذاق البسطيلة، يعني حاولوا أن تتبعوا المراحل كما هي. بعد ذلك أضيف هنا الفواكه الجافة، الشريحة، البرقوق اليابس، المشمش اليابس، شريحة أو تين يابس. هنا أضفت روح ماء الزهر، يمكنكم أن تضيفوا ماء الزهر. هنا تقطعت لي أضعت المقطع الذي أضع فيه الماء الساخن فوق الفواكه الجافة، يعني حتى تذبل قليلا أو تلين قليلا. بعد ذلك أقطعها، يعني أصفي وأقطعها إلى قطع صغيرة. بعد ذلك أضع هنا ملعقتين من الزبدة في مقلاة، ثم أضع قطع الفواكه الجافة التي قطعتها إلى قطع صغيرة سابقا هكذا. سوف أغلفها بالزبدة، يعني نريد أن تصل الزبدة إلى جميع قطع الفواكه الجافة، يعني تتشرب الزبدة على هذا الشكل يعني لمدة بسيطة، يعني نحن لا نريد أن نطهو. هنا أضيف المستكة أو المسكة الحارة المطحونة كما قلت مع السكر الناعم، لأنها لا تطحن وحدها، دائما نضيف القليل من السكر الناعم حتى يعني تطحن، وأحرك جيدا حتى يتغلف الزبدة هكذا، ثم أضعه في إناء بعد أن يبرد طبعا. هنا اللوز المجروش وكذلك الجوز، يعني كمية على حسب الإمكانيات وعلى حسب الرغبة، لكن يفضل أن تكون يعني الكمية الإجمالية كيلو ونصف، يعني من الفواكه الجافة والمكسرات حتى نحصل على طبقة مهمة من المكسرات. هنا بالنسبة للزيت الذي أستخدمه لدهن أوراق البسطيلة، أضع فيه السكر الناعم وكذلك عطرية أو توابل الدجاج والسكر الناعم. سوف أحتاج أيضا لأصفار البيض لإلصاق الأوراق ببعضها. بعد ذلك أغلف الصينية على هذا الشكل، يعني طريقة تعرفها جميع السيدات المغربيات، أغلف الصينية على هذا الشكل. هنا في الحقيقة أتعبتني هذه ورقة البسطيلة لأن يعني لم تكن طرية، يعني اشتريتها يوم قبل تحضير البسطيلة، لأن يفضل أن تكون طرية، يعني أن تحضرها في اليوم الذي سوف تحضرون فيه البسطيلة، يعني تكون لينة ويسهل يعني التعامل معها. هنا أضيف قطع الدجاج مع البصل الخليط الأول، بعد ذلك أضيف الخليط الثاني من الفواكه الجافة والمكسرات، وأحاول أن أدفع إلى الجوانب حتى أملأ جميع الفراغات وأحصل على طبقة متساوية. بعد ذلك سوف أقوم بجمع الأطراف على هذا الشكل إلى الداخل، وأنا أدهن بالزيت. هنا نستخدم فقط الزيت، لا نستخدم الزبدة، لأن الزبدة يعني تفرز الماء، وهذا ما يفقد البسطيلة قرمشتها. دائما هنا تلقى أسئلة عن هذه المسألة، هل أستخدم الزيت أو الزبدة أو الزيت والزبدة معا؟ نستخدم فقط الزيت. بعد ذلك سوف أدهن بالصفار البيض. بعد ذلك سوف أقوم ب هكذا تلميعة، سوف نلمط
لا البسطيلة هاتي العمل يسمى في المغرب الطماط، يعني لمت البسطيلة يعني كما ترون الطريقة موضحة في الفيديو. وجبي السيدات المغربيات تتقن هذه العملية، طماط البسطيلة على هذا الشكل حتى أتمم جميع الجنبات. بعد ذلك سوف أدهنها بالصفار البيض. أنا لأن البسطيلة يعني كبيرة نوعا ما لم أضف ورقة البسطيلة من فوق، يعني يمكن أن تضيفوا واحدة أخرى من فوق حتى تلم يعني تلم جميع الجوانب. بعد ذلك سوف نطويها في فرن مدة 180 درجة على حسب المدة، على حسب درجة الحرارة. هنا للتزيين قمت بصنع هذه الورود هنا بمساعدة قالب السيليكون، وضعت فيه الفاصوليا، ذابت الاسم، فاصوليا لأحصل على ذلك تلك الورود. هنا بعدما أخرجتها من الفرن أتركها لسبب بعض الشيء. بعد ذلك سوف أقوم بتزيينها. للتزيين استعنت بهذه الورقة، ورقة عادية، تأخذ ورقة تطويها هكذا على شكل مثلث، بعد ذلك تقص هذا الطرف، بعد ذلك تطويها إلى 2 لأن نريد أن نحصل على زخرفة في الوسط، هكذا على 2. سوف أقوم بصنع ثقب على هذا الشكل، يعني هذا لمن لا يتوفر على الغطاء. هناك غطاء خاص تضعه فوق البسطيلة وتزينها. هذه طريقة يعني مبتكرة كذا. ثم نفتح يعني ونحصل على تلك الزخرفة. وستمكن أن تضعوها يعني أكبر، يعني من تصنع دائرة أكبر من هذه وتحصل على زخرفة كبيرة. بعد ذلك أرش سكر ناعم أو سكر ثقيل ثم أزيلها هكذا بحذر. هنا وضعت دوائر أخرى من الورق، يعني تبقى مسألة تزيين، مسألة اختيارية. هنا وضعت أدخل ذلك العود الخشبي أو الكيغدون في الوسط، ثم أضيف بيض السمان على هذا الشكل. يعني كما قلت مسألة تزيين، مسألة اختيارية. هذا هو شكلها النهائي. هنا أضفت المشمش اليابس فوقه نصف جوز أو نصف جوزة، وهنا وضعت البرقوق اليابس وفوقه بيض السمان على هذا الشكل. يمكنكم أن تزينوها حسب الرغبة. هنا فقط ملاحظة، يعني حاولوا أن تتركوها لتبرد، يعني تأخذ مدة طويلة لتبرد لأنها تحتوي على الفواكه الجافة فهي تحتفظ بتلك الحرارة. يعني حاولوا أن تتركوها تبرد مدة كافية حتى ثم بعد ذلك تتذوقوها بالهناء والشفاء. أشكر متابعتكم، أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب لتتوصلوا دائما بجديد، وأن تشاهدوا الفيديوهات السابقة. والسلام عليكم ورحمة الله.